باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الملوك الثاني إصحاح 19. ما زلنا في قصة حزقية الملك. قلنا أن حزقية عدى بمرحلة في الأول أنه خاف من ملك أشور وبعت جزء من أواني الهيكل ودفع فلوس عشان يزيحوا عنه. طبعا ده ما كانش حل من ربنا، فسرعان ما رجع ملك أشور يهدده تاني، فما كانش عنده حيلة غير انه يصلي. ولما ملك أشور ورئيس جيشه ساءوا فيها ويعني قالوا كلام صعب على ربنا، حزقية قال له يا رب اسمع بيقولوا عليك ايه. وكان مبلغ أشعيا النبي انه يصلي معاه، وأشعيا رد عليه وقال له ربنا بيقول لك ما تخافش، هو سمع وشايف وهيعمل اللازم وما تقولش هم اي حاجة. نوصل لعدد 32، 19 32 يقول: لذلك هكذا قال الرب عن ملك أشور، لا يدخل هذه المدينة، وكان بيهدد بالدخول، ولا يرمي هناك سهما، ولا يتقدم عليها بترس، ولا يقيم عليها مطرس. مطرس دي الحصار يعني. في الطريق الذي جاء فيه يرجع، وإلى هذه المدينة لا يدخل، يقول الرب، وأحامي عن هذه المدينة لأخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي. طبعا في كلام قبل كده كتير درسناه، أنه يعني ربنا بيقول له أنت بتعلي صوتك على مين؟ أنت فاكر نفسك مين يا ملك أشور؟ ده أنا يعني هحط أضع خزامتي في أنفك ولجامي في شفتيك، يعني أنا عاملك زي الحيوانات عشان تعرف قدرك. وانتهى بأنه ربنا بيقول له أنا هحمي البلد دي وأنا مسؤول عنها من أجل نفسي. هنا حكاية من أجل نفسي دي بنستخدمها في الصلاة كتير، ان احنا نقول له يا رب مش عشان خاطرنا، احنا خطاب ونستحق التأديب، ويجوز اي ضيقات بتيجي علينا احنا سبب فيها، انما نقول له زي ما قالوا الاباء زمان: اعمل يا رب من اجل اسمك، عشان خاطر اسمك، عشان خاطر نفسك، برضو احنا شعبك والكنيسة كنيستك، فمن اجل اسمك يا رب مش عشان خاطرنا. الصلوة دي جميلة ليه؟ لأن معناها إن احنا نعلن عدم استحقاقنا. احنا بنعترف إن احنا لا نستحق التدخل الإلهي والعناية الإلهية. وفي نفس الوقت بنعلن حبنا لاسم ربنا، إنه عاوزين العالم كله يعرف من هو مسيحنا، من هو إلهنا. فربنا فعلا يقول طب أنا هتدخل من أجل نفسي. لأن في الوقت ده طبعا كان في يهود كتير مش كويسين، ومع هذا من أجل صلوات أشعيا النبي وحزقية الملك قال أخلصها من أجل نفسي. الحاجة التانية: ومن أجل داود عبدي. برضو هل داود كان عايش ولا مش عايش؟ داود كان مشي من بدر، ومع هذا ما زال يقال من أجل داود. ودي أحد دعامات فكرة التشفع بالقديسين، أن القديسين لهم دالة، وأن إلهنا إله أحياء، ما عندوش حد من قديسي بيموت. وبالتالي من أجل داود ودالة داود على ربنا يتدخل، لأن البلد دي كان أورشليم دي كان عمرها داود قبلها ب300 سنة. فهنا لما بنقول له يا رب عشان خاطر اسمك، عشان خاطر العدرة، عشان خاطر ماري مرقس، عشان خاطر أم ببرام، عشان طب ومال، ما هو ده اللي قاله الكتاب: من أجل نفسي ومن أجل فلان عبدي، إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك وأبائنا الرسل وأبائنا الشهداء. كل ده له مكان في الطلب، له مكان في الصلاة. وكان في تلك الليلة أن ملاك الرب خرج وضرب من جيش أشور 100,000 و85,000. لما بكروا صباحا إذا هم جميعا جثث ميتة. ربنا اتدخل بطريقة عجيبة، بعت ملاك واحد كان كافي انه يخلص على 185,000. اعداد مهولة
لأن طبعا ده أكتر من عدد سكان أورشليم كلها، مش بس عساكر، ده أورشليم أصغر من كده كتير. فانصرف سنحاريب ملك أشور وذهب راجعا وأقام في نينوى. نينوى دي عاصمة أشور، دي عاصمة أشور، دي اللي راح لها يونان بعدها بسنين، وبعدين تابوا وبعدين رجعوا تاني للوثنية بتاعتهم. وفيما هو ساجد في بيت نصروخ إلهه ضربه أدرملك وشرآسر ابناه بالسيف ونجوا إلى أرض أرارات وملك أسرحدون ابنه عوضا عنه. القصة ما خلصتش، هو خلاص الغمة انزاحت والحصار اتفك وربنا اتدخل وأنقذ شعبه، إنما لسه فلان ده غلط في حق ربنا، ملك أشور ده لبخ وقال كلام لا يليق أبدا، لا لسه حسابه مع ربنا. وفعلا لما روح بيتهم راح دخل بيت الآلهة بتوعه، عندهم آلهة وثنية، وهو في بيت الآلهة بيت الشياطين بتوعه دخلوا عليه اتنين من ولاده موتوه عشان يبقى مات بيد أولاده كمان. وهكذا انتقم ربنا الشعب، لأنه هو قال لي النقمة إيه، أنا أجازي يقول الرب، يعني استنوا أنتوا سيبونا أنا أخذ حقكم، لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. ربنا يجوز يتأخر شوي لحكمة ما لغرض عنده، لأن ربنا يعني يرى الأصلح دائما، لكن لا يمكن إلا يكون عادل، لا يمكن إلا وينصف المظلومين، لازم لازم. في قصة شبه كده في أعمال 12، أعمال 12 تبدأ بخبر مزعج أن مد هيرودس يده ليسيء إلى الكنيسة فقتل يعقوب أخو يوحنا بالسيف. فجأة كده يعقوب ده ابن زبدي، ده يعني واحد من الثلاثة اللي كانوا ماشيين مع المسيح على طول، وأخو يوحنا، وإحنا لسه في أعمال 12، يعني يمكن ما فاتش 10 سنين على عمر الكنيسة لسه. فطبعا كانت أزمة شديدة جدا في الكنيسة. الكلام ده عجب اليهود جدا، قام راح مسك بطرس عشان يموته كمان. الكنيسة غلبانة ملهاش حيلة غير تصلي، قعدت تصلي تصلي وتسهر، وبطرس نام في السجن. بعت الملاك خرج بطرس، بطرس راح للناس وطمنهم وراح استخبى. على آخر الإصحاح ربنا برضو ياخد بحق كنيسته، فنلاقي هيرودس قاعد على كرسي العرش وبيتباهى بنفسه وفاكر نفسه ربنا، وضربه ملاك الرب فأكل الدود ومات. في نفس الإصحاح، ما طولناش، إذا ربنا له كل المجد له حكمة، ومش مفروض إن احنا في ضيقات الكنيسة بالذات ننزعج، لأن ربنا يعني مسؤول عن عروسته، عن كنيسته. ده احنا بنقول الكنيسة دي عروس المسيح، بقى في راجل يشوف عروسته تهان ويسكت، كم وكان بالمسيح له كل المجد القادر على كل شيء. إنما احنا نحتاج إلى الصلاة، احنا نحتاج للصلاة. يعني التصرف اللي عمله حزقية كان تصرف رائع جدا، مع أنه في المرة الأولانية غلط وبعت فلوس وخاف، كل دي ضعفات. إنما بعد كده استعاد إيمانه وجري على ربنا واشتكى حاله ولجأ إلى رجل الله أشعية، وربنا قال له خلاص أنت عملت الصح. لو الواحد فينا يتعلم الصح أنه يجري على ربنا ويصرخ ويسيب الموضوع في إيديه، تبقى النتيجة أفضل ما يمكن. شوفوا ممالك الدنيا ما وقفتش قدام ملك أشور، وقفت له البلد الصغيرة دي اللي اسمها أورشليم، شوية اليهود الغلابة زمانهم دول هم اللي وقفوا له. ليه؟ عشان بيعرفوا يصلي. إنما فعلا ممالك أضخم وأكبر كتير قوي دسهم في السك وخلص عليهم، لأن كانوا يتكلوا على زراع بشر. وفي تلك الأيام مرض حزقية للموت. جات مشكلة تانية، حزقية الملك جاله مرض عارف إنها النهاية. فجاء إليه أشعياء ابن أموس النبي وقال له هكذا قال الرب أوصي بيتك لأنك تموت ولا تعيش. رجال الله كانوا ممكن يعني يحضروا الأيام الأخيرة من حياة أي واحد عشان يصلي له وينبهه عشان يكمل توبته، يعني لو في حاجة ناقص. وأوصي بيتك دي يعني إيه؟ اكتب وصيتك، اكتب الوصية بتاعتك. حزقية سمع أنه هيموت ما قبلش الفكر، يعني خاف برضه، فوجه وجهه إلى الحائط وصلى إلى الرب قائلا آه يا رب
اذكر كيف سرت امامك بالامانه وبقلب سليم. وده فعلا حصل، اغلب عمره ماشي باستقامه وبامانه وبقلب كامل. وفعلت الحسن في عينيك، وبكى حزقيا بكاء عظيما. يمكن زمان في العهد القديم ما كانوش يحبوا يموتوا طبعا. ليه؟ لانه كانوا عارفين ان ما فيش غير جحيم، ما كانش فيه فردوس، الفردوس مقفول، وما كانش فيه خلاص، الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، الكتاب اغلق على الكل، الكل مصيره الجحيم. حتى داود النبي يقول له لن تترك نفسي في الجحيم، انا هروح الجحيم بس ما تسيبنيش كتير، لا تدع صفيك يرى فسادا. فالكل كان عارف انه رايح الجحيم، وبالتالي الموت كان شيء بغيض، غير خالص بقى نظرة العهد الجديد. نظرة العهد الجديد الجحيم اتقفل في وش اولاد الله، فبقى في اشتياق للموت، لاشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، بقى في اشتياق للفردوس، اليوم تكون معي في الفردوس. فما نستغربش ان بعض الابرار ما كانوش يحبوا يموتوا، لغاية ما قرب المسيح وجه الدنيا وعرفنا الخلاص، سمعنا سمعان الشيخ وكأنه يعني بيعمل كده مدخل من القديم للجديد، قال له الآن يا سيدي ايه تطلق عبدك بسلام، بقى مبسوط انه ماشي. طب ده اللي قبل منك يا سمعان ما بيحبوش يمشوا، قال لما انا خلاص عيني ايه ابصرت خلاصك، ما انا شفت الحكاية، خلاص الجحيم فاضل له حاجة بسيطة ويخلص ونطلع كلنا منه على الفردوس. فما تتعجبوش انه رجال الله في العهد القديم ما كانوش يحبوا النهاية دي، لانه الموت بالنسبة لهم هو ظلام دامس ودخول في الجحيم. صحيح احنا عارفين ان ما كانش لهم عذاب لان هم برضو اولاد الله ابرار، لكن ما كانش في فردوس، ما فيش نعيم، فردوس النعيم ده ما كانش شغال، لانه ازاي هيشتغل بدون خلاص، بدون فداء، بدون دم المسيح. فابتدى يعيط يقول له يا رب هتاخدني ناقص عمر ليه، ما تسيبني شوية، طب ده انا مشيت معاك كويس، طب ده انا وجه وجهه الى الحائط، مش بعيد يكون ظبط وشه على اتجاه الهيكل، لان حسب الطقس المفروض الواحد كان زمان اليهودي يبص على اتجاه الهيكل، فهو في فراش الموت مش قادر يا عيني يقف ولا يروح، فايه على السرير كده ظبط الوجه وصل الى الرب. اه يا رب اذكر كيف سرت امامك بالامانه وبقلب سليم. الواحد برضه يسال نفسه، تقدر في اخر حياتك تقول زي ما قال حزقية، اذكر كيف سرت امامك بالامانه وبقلب سليم؟ يا بخت، كم واحد يقدر يقول في اخر حياته افتكر يا رب ان انا عشت امين معاك وقلبي سليم؟ وده مش كبرياء، خلي بالكم، في فرق بين واحد يتفاخر ويظن في نفسه انه بار، لا طبعا ده مرفوض، وبين واحد مكسور كده زي حزقية ويعني بالتضاع بيقول له رب افتكر لي بس حاجة كويسة، لكن عنده شوية يعني عشان في ربنا. وفعلت الحسن في عينيك، وبكى حزقية بكاء عظيما. ربنا طيب مع كل الذين يترجونه، الكتاب يقول كده طيب للذين يترجونه. ولم يخرج أشعياء إلى المدينة الوسطى، يعني أشعياء كان خارج من عنده خلاص، راح سلم عليه ووصى وبعدين حوضه مروح بقى أشعياء لقليته، فهو في السكة مروح ربنا قال له ارجع تاني يا أشعياء، ارجع شوف صاحبك تعبان. حتى كان كلام الرب إليه قائلا ارجع وقل لحزقية رئيس شعبي هكذا قال الرب إله داود أبيك قد سمعت صلاتك، أو قد سمعت صلاتك. قال له حاضر سمعت صلاتك. قد رأيت دموعك، كلمة جميلة، قد سمعت صلاتك قد رأيت دموعك، كأن في حاجة من الحاجات اللي تشد انتباه ربنا دموع الإنسان حين يبكي بصدق يأثر في ربنا قوي. دي بعض الآباء بيفهموها في كلمة عروس النشيد أو العريس للعروس في سفر النشيد، حولي عنك عيناك لأنهما إيه قد غلبتاني، يعني عينيك دول بيغلبوني، كأن النفس لما تبكي تغلب ربنا. رأيت دموعك ها أنا ذا أشفيك. في اليوم الثالث تصعد إلى بيت الرب. قال له خلاص نغير الكلام. هنا بقى في ناس تسأل سؤال، يعني ربنا غير رأيه؟
حتى لو ربنا أظهر أن غير كلامه، ده مش معناه ربنا ما كانش عارف هيعمل إيه من الأول. ربنا بسابق علمه عارف كل حاجة، عارف أنه هيقول لأشعياء روح قول له يوصي بيته، وعارف أنه هيعيط ويصلي جامد، وعارف أن ربنا هيقول له طيب خلاص نمد في عمره شوي. إذا سابق العلم ده مطلق، ربنا يعلم بسابق علمه لأنه يسبق الأحداث والأيام كل شيء. طب ليه من الأول قال لأشعياء روح قول له كذا؟ عشان يسأل. وده برضه يورينا، لأن في ناس تقول هي الصلاة بتغير في مشيئة الله. لا، الصلاة تكشف مشيئة الله. ربنا قال حزقية ساعتك جت، لكن جواه ما كانش ناوي ياخده في الوقت ده، لأنه كان عارف أنه هيصلي بحرارة، وربنا عاوز يظهر عظمة الصلاة وقيمة الصلاة فهيستجيب ويغير الكلام. زي قصة نينوي، ربنا قال يونان روح قل لهم بعد 40 يوم تنقلب المدينة، كلمة واحدة. طب ربنا ما قلبهاش ليه؟ هو كان عارف انه هيتوبوا وهيخافوا وهيصلوا وهيصوموا وهيرجع في كلام. اللي زعل يونان ساعتها قال له رجعت في كلامك ليه؟ كأن ربنا عاوز يقول له انا مش برجع في كلامي، انا عارف انا بعمل ايه، انما انا لو قلت لهم احتمال واحتمال ما كانوش صلوا وصاموا. انا قلت هتتقلب وبعدين تابوا وخافوا، رجعت قلت خلاص نرحمهم. اذا خلونا نعرف ان الله لا يكشف كل اسراره مره واحده. فالصلاه ليها دور، بالتاكيد ليها دور. اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، كل من يسال ياخذ، كل من يطلب يجد، كل من يقرع يفتح ليه. لكن ما أبعد أحكامه عن الفحص، ما أبعد أحكامه عن الفحص. ما ينفعش تقول له يا رب عملت كده ليه وإزاي وكنت عارف ومش عارف. ما هو إله، إله فوق الكل. يقول كما علت السماء عن الأرض علت أفكاري عن أفكاركم وطرقكم عن طرقي. فما ينفعش أن احنا نحاكم ربنا ونحاسب ربنا. لكن ربنا عارف، من ناحية عارف، عارف كل حاجة. فمن ناحية بيقول ايه؟ بيقول اللي هو عاوز يقوله بس، ما بيقولش كل حاجة. لان يمكن لو كان قال لحزقية بص انت هتعيا كده وكده وبعدين هتخف، ما كانش صلى طبعا، ما تمشيش الحكاية. كان لازم يقول له ايه؟ اشعياء بيقول لك وصي بيتك انت هتموت. حتى اشعياء ما كانش يعرف، راح قال له الكلمة دي خلاص وودعه. لكن ربنا قال له طب بص ارجع له بقى وقول له قد سمعت صلاتك قد رأيت دموعك. يبقى كل اللي بيسأله ربنا تتغير مشيئته بالصلاة، بلاش نقولها بالتعبير ده لأنه مش دقيق، لكن الصلاة فعالة، فعالة جدا. أو تظهر قدام الناس كأنها غيرت، كأنها غيرت اللي قاله ربنا، كأنها. قد رأيت دموعك ها أنا ذا أشفيك. في اليوم الثالث تصعد إلى بيت الرب. هو طبعا كان خلاص بيموت، يعني مش هيطول يروح بيت ربنا. قال له لا، على ثالث يوم تقوم بالسلامة وتدخل بيت ربنا تشكر. طبعا في اليوم الثالث دايما إشارة إلى قيامة المسيح. دايما ذكر الثالث مع فكرة الشفاء أو القيامة تؤكد ارتباطها بقيامة المسيح. إحنا عايشين كده كده محمولين على فكر القيامة. يعني ايه؟ حتى لو متنا هنقوم بنعمة ربنا، ولو في أي تجربة هتنتهي بنعمة ربنا. ليه؟ لأن إلهنا قائم، إلهنا منتصر، إلهنا بتاع اليوم الثالث يوم الحد. وأزيد على أيامك 15 سنة، وأنقذك من يد ملك أشور مع هذه المدينة، وأحامي عن هذه المدينة من أجل نفسي ومن أجل داود عبده. بعض المفسرين اعتقدوا أن الكلام ده حصل في عز الأزمة بتاعت سنحريب، في عز الأزمة بتاعت ملك أشور لما كان بيهدد، لأنه تقال نفس الكلام ما تخافش أنا هحامي. فكأن المشكلة كانت مشكلتين، هو على فراش المرض بيموت وفي تهديد بدخول أورشليم. والبعض قال لا، ده هي ممكن تكون حصلت بعدها بشوية، لكن فضل الوعد القديم، وطول ما أنت عايش يا حزقية هحميك من ملك أشور من أجل نفسي ومن أجل داود عبده. فكل الأحوال احنا بس عاوزين نطلع بفكرة قد ايه الصلاة غالية عند ربنا، قد ايه دموع الواحد فيكم ممكن يعني تخلي ربنا يستجيب، ويستجيب في قرارات مصيرية، قرارات كبيرة قوي.
تيجي بالصلاة وبالدموع. فقال أشعيا: خذوا أرثتين. فأخذوها وضعوها على الدبل فبرئ. الدبل ده زي دم الكبير أو قرح الظهر من قرح الفراش أو حاجة، وطبعا دي تعاد تيجي مع الحالات اللي بترقد فترة طويلة، وأحيانا تكون يعني ملهاش علاج. فهنا قال لهم هاتوا قرصتين وحطوا كده. أشعياء برضو بيشتغل دكتور شوية وإيه، لكن هو عارف أن القصة هتخلص بالصلاة. حكاية قرصتين دي تورينا أن الأباء القديسين مع صلواتهم ربنا علمهم يستخدموا المادة في الشفاء. بمعنى إيه؟ اللي هي فكرة الأسرار في العهد الجديد. يعني في مرقس 6 مثلا يتقال على الآباء الرسل دهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم. يبقى حكاية زيت مسحة المرضى دي مش اختراع، ده من وقت الرسل. فربنا كان يصلي للناس والتلاميذ يصلوا ويحطوا ايديهم، وبعدين كمان علمهم يرشموا بالزيت، ورشم الزيت فيه قوة شفاء. علمهم ان في المعمودية ضروري يبقى في مية، مش كفاية الواحد يؤمن، لازم يتعمد والمعمودية فيها مية والمية يتصلى عليها. اذا هنا استخدام المادة عموما قاعدة من قواعد الحياة مع الله، ان في قوة روحية لكن ممكن تبقى من خلال حاجة مادية. قوة روحية من خلال حاجة مادية، زي الزيت في زيت الميرون او زيت مسحة المرضى، زي المية في المعمودية وهكذا. ووضعوها على الدبل فبرأ. وقال حزقية لأشعية: ما العلامة أن الرب يشفيني؟ يبقى حزقية برضو لسه مش مصدق، وبصراحة غلبان لأنه محدش حصل معاه كده، ولا حصل مع أبونا إبراهيم ولا إسحاق ولا يعقوب حكاية مد العمر دي، ده أول حالة في التاريخ جديدة برضو. فهو مش مصدق، معقول بعد ما قلت لي وعارف أن أشعية يعني كلمته واحد، رجع يقول له طب هنمد في عمرك 15 سنة؟ فزي اللي مش مصدق، فبيقول له اديني علامة بس. يعني عاوز يقول له مش ممكن ربنا عمره ما يرجع في كلامه. ما العلامة أن الرب يشفيني؟ فأصعد في اليوم الثالث إلى بيت الرب. فقال أشعيا: هذه لك علامة من قبل الرب، على أن الرب يفعل الأمر الذي تكلم به. هل يسير الظل 10 درجات أو يرجع 10 درجات؟ الظهر كانوا في حتة شايفين الشمس مكسورة وفي ظل كده، قال له الطبيعي الظل هتمشي كده ولا هتمشي كده؟ بيبقى له الناس بقى بشايفينها واضحة يعني، فقال له لا هتسرح لقدام، الظل هتزيد كل مادة لأن الشمس بتعمل كده والظل هتزيد. فقال حزقية: إنه يسير على الظل أن يمتد 10 درجات. قال له الطبيعي هيمشي لقدام الظل. فقال له لا، بل يرجع الظل إلى الوراء 10 درجات. قال له إيه رأيك وإحنا قاعدين دلوقتي جنب بعض؟ هتلاقي الظل كل مادة بدل ما تطلع لقدام هترجع لورا. دي معناها عارفين ايه؟ معناها الشمس كانت بتعمل كده بقت بتعمل كده، واخدين بالكم؟ غيرت اتجاهها. طبعا لو الشمس غيرت اتجاهها في اي لحظة الزمن كله اتلخبط، بس كده الزمن يا اما يطرح منه يا اما ينضاف عليه. وكأن العلامة بتقول له ايه؟ انا اله الزمن، انا لما قلت تمشي دلوقتي انا اللي عندي كل المواعيد وكل الحسابات، عاوزني نغير الحسابات عشان خاطرك نغير الحسابات عشان خاطرك. طبعا كون الكون كله يتلخبط عشان في حزقية ده، يطلع مين حزقية الملك ده اللي يخلي الشمس تغير اتجاهها والوقت يتعكس والمواعيد تتلخبط والكون كله ممكن يتبرجل؟ طب ومال مش بيصلي؟ حاضر، قد كده البني آدم فينا غالي عند ربنا، لمجرد انه انسان عاش تقي وبيعرف يصلي ويتذلل امام الله الكون كله يشتغل لحسابه. حاجة عجيبة. تفكرنا بقصة يشوع لما ببساطة الايمان عنده الحرب مش راضية تخلص، فقام نطق كده وقال كلمة يعني ما حسبهاش، قال يا شمس دومي. يا شمس دومي هو بمزاجك، بس المفروض في غروب وفي شروق. ام دامت يا شمس دومي على جبعون وقمر على وادي أيلون، يعني إيه؟ لا القمر هياخد مكان الشمس. قال لهم خليكوا جنب بعض وخلاص، يعني أنتوا الاثنين خليكوا منورين خلينا نعرف نشتغل. وطبعا ده يوم اتلخبط في الزمن كله يمكن 10 ساعات ولا 12 ساعة. إذن الله قادر أن يفعل كل شيء من أجل أولاده. هو لما موسى خلى البحر يقف سور، وفي حاجة اسمها بحر يقف سور،
فوق أي علم وفوق أي خلال، بس ربنا يقول يقف يعني يقف خلاص. إذا كان ده مصلحة ولادي نوقف البحر سور. وفي حاجة اسمها واحد يمشي فوق الموج، بس إذا لزم الأمر لا بطرس يمشي فوق الموج، بدل فيها صلاة وفيها إرادة الله. ما فيش حاجة مستحيلة أبدا لما الواحد يثق في إلهه، أن إلهنا فوق المستحيل، إلهنا خالق الطبيعة، الطبيعة دي في خدمة البشر، خلاص ما يتخضش من حاجة أبدا. حتى لو ربنا غير نظم الطبيعة كلها عشان خاطرك هيعمل كده، المهم في الآخر مصلحة أولاده. فقال حزقية إنه يسير على الظل أن يمتد 10 درجات، فقال له لا بل يرجع الظل إلى الوراء 10 درجات. فدعا أشعيا النبي الرب فأرجع الظل بالدرجات التي نزل بها بدرجات أحاز، درجات ده سلم يا جماعة، يعني الظل كان جاي على السلم ورجعت منها 10 درجات إلى الوراء. طبعا أشعيا رفع قلبه وقال له يا رب رجع له الظل عشان يشوف. برضو تفكرنا بقصة جدعون في سفر القضاء، لما كان رجل بسيط وربنا قال له هتدخل تحارب وتحمي شعب، فاتخاف قال له يا رب انا صغير وفلاح وبتاع، انا عاوز علامة. قال له عاوز ايه العلامة؟ قال له تمطر على، ما تمطرش في حتة غير على جزة الغنم دي. طب في حاجة اسمها المطر هينشن على حتة صوفة كده متر؟ ازاي المطر؟ قال له حاضر عشان خاطرك. صحي الصبح لقى مبلولة والدنيا نشن، قال له افرض حد وقع مية ولا حاجة، طب اطلب علامة تاني خليها تمطر على كل حتة ما عدا دي. حاضر، اذا كان ده اللي يريحك، مطرت على الدنيا كلها والجزة نشفة. يعني ربنا ممكن يتعامل مع سذاجتنا او مع يعني اعتقاداتنا. حزقية العلامة دي ريحته، لما لقى الظل رجعت كده خلاص اقتنع. يمكن واحد تاني العلامة دي ما تنفعوش. لما جدعون شاف الجزة اللي مليانة مية اقتنع، واحد تاني ما ينفعوش الكلام ده. اذا ربنا بيكلم كل واحد بالطريقة اللي تنفعه، عشان ما حدش يقول طب انا عاوز نفس العلامة. لا، ما العلامة دي تنفع واحد ما تنفعش التاني. لكن ده يورينا ربنا بيتكلم معانا بانواع وطرق شتى، والعلامات مش لازم تطلبها على طول لحسن تلخبطك. بمعنى ايه؟ من غير ما تطلبها كل يوم في صدقوني علامة وعلامات ان ربنا موجود وان ربنا بيحبنا وان ربنا معانا. بس اللي ياخد باله كل يوم في حياتنا علامة وعلامات ان ربنا قريب وان ربنا بيعمل حاجات عجيبة. بس للأسف كم واحد بياخد باله؟ يعني اقول لكم حاجة، كم واحد في جيل حزقية واشعياء النبي خدوا بالهم ان الشمس علقت شوية وتأخرت شوية؟ يمكن ما حدش خد باله، لكن في واحد خد باله. فممكن يبقى اليوم ماشي عادي واحد يقول ده النهاردة حصل معي زي معجزة، واحد تاني ما يشوفهاش. هنا تعتمد على حساسية الشخص، على عينيه، يا ترى انت بتلاحظ ايد ربنا ولا لا، بتدور تشوف ربنا بيعمل ايه ولا لا. ربنا كل يوم يعمل معجزات، لكن مش كل يوم الناس بتشوف معجزاته. في ذلك الزمان ارسل بارودخ بلادان ابن بلادان ملك بابل رسائل وهدية الى حزقية، لانه سمع ان حزقية قد مرض. خلي بالكوا برضو في التاريخ عشان تحفظوا الحتة دي، شعب اليهودي لغاية داود وسليمان كان مملكة قوية مستقرة، وكان يعتبر اعظم مملكة، كان يتفوق على مصر وعلى بابل واشور. بعد سليمان ابتدى يتكسر ويضعف، فطلعت في القرن الثامن مملكة أشور هي الأقوى، وابتدت تزحف على البلاد كلها وخدت إسرائيل، لكن ما قدرتش على يهوذا أو أورشليم عشان موضوع حزقية ده. شوية وأشور وقعت ومسكوا مكانهم البابليين، الاثنين في العراق، بس أشور شمال وبابل جنوب العراق، فجت مملكة بابل لنبوخذ نصر بقى والحاجات دي. ودول بقى خدوا كل ليه، لان وقتها حتى بتوع مملكة يهوذا ما كانش عندهم ساعتها حزقية الملك. ملك بابل مشي شويتين، او مملكة بابل جه مطرحهم مملكة الفرس، خدوا المملكة من بابل، كورش بقى واحشاويروش والناس دول، دول الفارسيين. شوية كمان جه الاسكندر الاكبر اليونانيين وخدوا العالم كله من الفرس،
وبعدها بشوية دخلوا الرومان كسروا على اليونان وخدوا العالم من ايديهم. اذا في المرحلة الاخيرة قبل مجيء المسيح على الارض في 5 ممالك قوية عدت على العالم: مملكة اشور، وبعدين بابل، وبعدين الفرس، وبعدين اليونان، وبعدين الرومان، وتجسد المسيح في زمن الرومان. وكل الممالك دول استعمروا واستعبدوا اليهود، فاليهود من يومهم كانوا مذلولين، عشان كده كانوا فاكرين ان المسيح هيحررهم بثورة سياسية من الرومان. حطوا املهم فيه كملك ارضي، قال لهم انا مش جاي عشان الموضوع، انا جاي عشان احرركم الخطية. فقلبوا عليه واشترك الرومان واليهود في قتل المسيح له المجد. انما ده يورينا اولا الممالك تطلع 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 وبعدين تقع. دي طبيعة الممالك، ممالك الدنيا لا تدوم ابدا. ممالك الدنيا يتصور لها كده انها تقعد على طول وبعدين تنهار ويطلع غيره وغيره وغيره. لا يدوم الا اولاد الله، الا الله وحده ومن يتبعه. عشان كده حتى لما دانيال حلم الحلم بتاعه لقى التمثال اللي عمال يتقلب كده من ذهب لفضة لنحاس، في الاخر جت الحجر كده قطع بغير يد انسان وخبط التمثال هد وطلع منه جبل مملكة لا تنتهي ابدا اللي هي كنيسة المسيح على الارض. ففكرة تعاقب الممالك يورينا انه دايما الشر الى زوال، وانه الدنيا ملهاش حال مستقر. انا بقول ده ليه؟ احنا دلوقتي اشور رجعوا وسنحاريب مات، وابتدى الاشوريين ينهاروا كمملكة لان سنحاريب كان اقوى واحد في مملكة اشور، فابتدوا مملكة بابل تصحصح. فملك بابل هو مش بريء قوي، فمش باعت يسلم على حزقية يقول له الحمد لله على السلامة واسمعنا انك كنت تعبان. لا، دول ناس اشرار، دول بيبتدوا يتجسسوا البلاد اللي حواليهم ويشوفوا الاخبار. فطبعا المفروض حزقية كان يبقى واعي انه يعني ربنا اداك عمر واداك مملكة مستقرة، قفل على نفسك وما تقعدش تحكي كتير. يقول في ذلك الزمان ارسل برودخ بلدان ملك بابل رسائل وهدية الى حزقية لانه سمع ان حزقية قد مرض، فسمع لهم حزقية واراهم كل بيت ذخائره. هنا بقى نقول حزقية طيب صحيح، لكن مش ايه، مش حكيم. ودي مشكلة ناس كتير من الناس الطيبين، يبقى طيب وبيصلي وبيخاف ربنا وربنا يسمع لصلاته، لكن ينقصه الحكمة. ده ربنا قال خليكوا حكماء كايه، كالحياة. ما الحية برضو واعية، الحية تعرف تجري وتهرب. فهنا يا حزقية فين مخك، فين عقلك؟ هتفتح خزينك لمالك عدو؟ مين ده عشان تفتح له خزينك والقصر بتاعك والهيكل والكنوز اللي عملها داود وسليمان؟ يطلع مين ده؟ ده ملك وثني. مين قال لك تكشف اسرارك كده لناس ملهاش في ربنا؟ انما هو اتضحك عليه بقول الحمد لله على السلامه وجايبين لك هديه غاليه وبتاع، فقال اهلا وسهلا وساب الحكايه مفتح. سمع لهم حزقية وأراهم كل بيت ذخائره والفضة والذهب والأطياب والزيت والطيب وكل بيت أسلحته وكل ما وجد في خزائنه. ده مش محتاج جاسوس، ده هو فتح كده المملكة كلها، ايه تعالوا اتفرج. لم يكن شيء لم يريهم إياه حزقية في بيتي وفي كل سلطنته، كل حاجة كشف. فجاء أشعياء النبي، أشعياء النبي كان لسه مبارك له قال له 15 سنة وبتاع ومبروك عليك والضلة ومش الضلة، وثالث يوم هتروح الهيكل تسجد وخلاص. فأشعياء النبي جاله تاني، طبعا هو مش واخد بقى ايه في باله، فاكر أشعياء جاي حكي. وقال له: ماذا قال هؤلاء الرجال ومن أين جاءوا إليك؟ بيقولوا ايه وجايين منين؟ وكأن السؤال ده مهم قبل ما تتكلم مع الناس، الناس دي بتقول ايه واصلهم ايه قبل ما تحكي معاهم. شوف الوعي، ماذا قالوا لك ومن اين جاءوا؟ لان احنا ساعات نتكلم مع الناس بدون حكمة. الناس دي بتقول ايه قبل ما تتكلم معاها، واصلهم ايه، جايين من فين؟ طب انت جاي من فوق، انتوا مولودين من فوق، مش كل الناس مولودة من فوق.
تسمع تقول ايه وما تقولش ايه، لازم تبقى بتفكر كويس. فقال حزقية، شوفوا بقى البساطة والسذاجة، جاءوا من أرض بعيدة من بابل. فقال ماذا رأوا في بيتك؟ فقال حزقية رأوا كل ما في بيتي. قال يعني مبسوط قوي بالأخبار، ليس في خزائني شيء لم أريهم إياه، فرجتهم على كل حاجة. فقال أشعيا لحزقية اسمع قول الرب، هو ده تأتي أيام يحمل فيها كل ما في بيتك. مش انت قلت كل ما في بيته؟ يبقى كل ما في بيتك هيتشال، وما ذخره آباؤك إلى هذا اليوم يحمل إلى بابل، لا يترك شيء، يقول الرب. ليه كده؟ الآباء خدوا منها معنى مهم قوي، أسرارك الروحية ما تحكيهاش للناس، لأنك لو حكيتها تتسرق منك. يعني إيه؟ افرض انت مثلا في صيام الرسل السنة دي ربنا اداك نعمة وخدتها جد وصمت وصليت وايه وتمتعت بالصيام واستفدت فعلا وشبعت بربنا وتكلمت بحساب وذاكرت الانجيل، يعني هنفترض كده، نتمنى الكل يعمل كده. تيجي على اخر الصوم تلم العيلة بقى كلها وتقول لهم تعالوا احكي لكم بقى انا الصوم ده، وتفضل تحكي وتغني وتعيد وتزيد، كل اللي عملته طول الصوم يتسرق منك. تيجي تاني يوم تصلي تلاقي نفسك مش عارف تصلي، ايه اللي حصل؟ النور قطع ليه؟ لانك ما انت فتحت كل الخزائن على اخرها وخليت اي حد يتفرج. ليه تعمل كده؟ ده المسيح وصاك وقال لك ايه، ادخل مخدعك واقفل على بابك، ولما قال لك تعمل صدقة ما تعرفش شمالك اللي بيعمله يمينك. ربنا وصانا ان احنا نكتم على اسرارنا معاه، نكتم على ذخائر. شوفوا الذخائر ده تأكير كلمة جميلة. فالصلوات اللي تصليها دي ذخائر، المعاني الروحية اللي تشغلك دي ذخائر، المعجزات اللي حصلة في حياتك دي ذخائر. فلازم تطلع بحساب، او تطلع لمين؟ تطلع لاهل بيتك يا جوز. يعني لو حزقية جاب واحد من عياله وقال له شوف شوف ربنا ادى لداود جدك وسليمان جدك المجد قد ايه، شوف الذهب ده كله اهو ده ابنه، ما حصلش حاجه. انما اتفرج الغريب، طب ما الغريب هيطمع فيها. عشان كده احنا دايما ما نحبش ابدا حكايه ان الواحد يقف ويقعد يحكي عن امجاده الروحيه، الكلام ده مش بتاعنا. نفتكر على طول حزقية اللي اتسرق لما فتح الخزائن والذخائر. قال له شافوا ايه؟ قال له شافوا كل حاجة. قال له خلاص ياخدوا كل حاجة، بدل شافوا كل حاجة ياخدوا كل حاجة. ربنا يستر علينا، لان الشيطان يقولوا الاباء، الشيطان في الاول يعطلك عن عمل الخير او عن الصلاة، لما يلاقيك مش متعطل ومصر يشتتك، يعني وانت بتصلي او بتعمل خير يدوشك ويلهيك في أي حاجة جانبية، مصر تعمل الخير أو تصلي يقوم يسرق كل تعبك بحتة إيه؟ الافتخار والتباهي والحكاوي. بعد كده يعني بتمشي ثلاث مراحل، عاوز تصلي يقولك خليها بعدين، تصر وتصلي، وقفت تصلي يقعد يودي دماغك يمين وشمال، تاخدها جد وتركز وتقاوح، يلاقيك بتصلي كويس قوي يجي يقول لك ايه ايه العظمة دي، انت لازم تحكي بقى انك انت صليت النهاردة صلوة حلوة، عشان يضيع كل اللي انت عملت. او الخدمة تبقى كسلان تخدم، تقاوح وتخدم، وبعدين جوه الخدمة يلهيك فقولت بقى مين بيعمل ايه، وتقعد تتكلم كلام ملوش لازم، مصر وهتخدم من غير كلام، بعد ما تخدم وتخلص تعبك يخليك تقع في مطب، يقعد احكي عن خدمتك وعن تعبك ويسرق كل اللي عملته. خلونا واعيين، نصر ان احنا نكمل، ونصر ان احنا ما نتشتتش، نركز، ونصر ان احنا نقفل وما نحكيش. الحاجة الحلوة اللي في حياتنا نكتم عليها، نحكيها لولادنا، نحكيها للمقربين، لكن لازم نحكي بحساب. وبعدين السؤال الجميل اللي أشعياء قاله للملك حزقية، سؤال مهم، ماذا قال هؤلاء الرجال؟ ليه؟ لأن الكتاب يقول لنا من فضلة القلب يتكلم اللسان. أنت تقدر تعرف الناس من لغتها، تعرف اللي في قلبه، قالوا لك إيه الناس دول؟ ما
طب فضلوا يغنوا كده ويقولوا لك يا سلام ده انت غني قوي، ده انت غني قوي، وقاعدين يتكلموا في فلوس، وما فهمتش ان جواهم طمع، وما فهمتش ان هم عاوزين يسرقوك، ماذا قالوا لك؟ يبقى الانسان الحكيم يميز الناس من كلامها، مش على سبيل الادانه، لا، الحكمه كده. الحكمه انك انت تعرف الناس من لغتها، لغتك تظهرك انت كانسان روحاني، تتكلم في الخير والسلام والمحبه والتواضع، في غيرك ما يعرفش الكلام ده خالص. يبقى ما تستامنوش، ما تقربش منه زياده. ليه؟ لانه ملوش في اللغه دي الحاجات دي. ومن اين جاءوا؟ يبقى في التعاملات خليك حكيم مع الناس، بيقولوا ايه وجايين منين، تقوم تبقى عارف رايحين فين، ما هو جاي منين رايح على فين، لازم هتبقى كده. وفي نفس الوقت بيقولوا ايه، بيتكلموا في ايه، عشان تعرف ايه اللي في قلبه وايه اللي في عقله، ساعتها تعرف تحط حدود واضحة وتتعامل كده بالتزام، واهلا وسهلا شرفتونا، وعلى قد كلمتين وخلاص. لكن جايين يقولوا الحمد لله على السلامة كتر خير، أكتر من كده لا، يدخلوا جوا بيتك ويقعدوا القعدة دي كلها. الكلام ده بنقوله أحيانا لأنه بعض الناس تختلط بأهل العالم خلطة زائدة، يخسروا عيالهم، يروحوا منهم أولادهم بسبب الخلطة الزائدة، قلة حكمة، قلة عقل. طب هم دول بيفكروا زينا؟ دول عندهم نفس المبادئ الروحية؟ طب ليه سايب بيتك مفتوح على طول؟ ليه كده بقى؟ احنا نحب الناس ونخدم الناس، بس نعرف الحدود، لان الحدود بنت الحكمة. الحكيم يعرف يقفل على نفسه ويعرف يحافظ على بيته ويستر على اللي عنده. ماذا رأوا في بيتك؟ رأوا كل ما في بيتي، ليس في خدائني شيء لم أريهم إياه، قال أشعياء الحذقية. اسمع قول الرب، هو ذا تأتي أيام يحمل كل ما في بيتك، وما ذخر أباؤك إلى هذا اليوم إلى باب، لا يترك شيء يقول الرب، ويؤخذ من بنيك الذين يخرجون منك الذين تلدهم، فيكونون خصيانا في قصر مالك باب. برضو واحد يقول بس الغلطة دي تتسبب في كل ده. خلي بالكم، ربنا بيعلن له شيء، لكن ده مرتبط بالأجيال اللي بعد كده. ولاد حزقية هيطلعوا وحشين، فالجيل اللي هيروح في السبي ده هيبقى جيل وحش. إذا حفيده اللي هيحصل وقتها أن مالك باب اللي ياخده مزبي، هو أساسا إنسان بطل وحش، فبيدفع ثمن خطيته. لكن كمان حزقية عشان الغلطة دي ربنا بيخبره أنه بعد سنين طويلة هيحصل الكلام. فقال حزقية الأشعياء، جيد هو قول الرب الذي تكلمت به. ليه جيد؟ طيب ده كلام يخوف. ثم قال، فكيف لا إن يكن سلام وأمان في باب في أيام. برضو الحتة دي فيها لو عليه، فيها لو فيها أنه مسلم لإرادة الله، أنه قال خلاص اللي يشوفه ربنا هعمل إيه، أنا غلط اللي يشوفه ربنا اللي يحكم به. جيد هو قول الرب، حتى لو كان حكم، وما ده حكم. إنما اللي شوية مش حلو إنه يقول الحمد لله أنها ما جاتش في يومي. الله، وهم عيالك دول مش عيالك؟ طب ما الغلطة دي هتدفع ثمنها اللي بعدك. فهنا برضو كونك قبلت من يد ربنا الحكم كويس، لكن انت ما فكرتش في تبعيات العمل اللي بتعمله. ودي مشكلة آباء كتير. الأب من دول تلاقوه مثلا يكذب، وبعدين يقول له يا رب استر علي، خلاص مش هعمل كده تاني. ربنا يستر وتعدي، طبعا ربنا يحبش الكذب أبدا. إنما مش واخد باله إن ابنه شافه بيكذب، وابنه هيطلع كذاب، وحياة ابنه هتتبهدل بسبب الكذب، يقول لك أنا مالي بقى، خلاص الموضوع بتاعنا عدى على خير. إزاي ده في مصيبة أكبر؟ إنك أنت الغلطة دي هتكبر بقى في وقت أولادك أو أحفادك. فبعض الخطايا إحنا بننسى تبعيتها المستقبلية. إنك أنت قعدت فترة من حياتك بعيد عن ربنا، ربنا لطف وستر وإيه وتبت واداك زمان توبة ولحقت في آخر عمرك تتوب، بس الفترة اللي راحت دي وانت بعيد عن ربنا كان عز تربية أولادك، ما تربوش في الكنيسة وما خدوش روحيات كفاية، مين بقى هيدفع ثمن الكلام ده؟ ربنا أنقذك
والحقت التوب قبل ما تمشي، لكن ربنا يستر على العيال. عشان كده دايما الواحد يخاف وما يقولش طب خلاص عدت. لا، عدت يعني ايه؟ استنى، ده الموضوع الخطيه خاطئه جدا، خطيه مؤذيه. فهنا يقول حزقية: جيد هو قول الرب الذي تكلمت به. ثم قال: فكيف لا ان يكن سلام وامان في ايامي. يعني الظاهر اشعياء بيقول له: انت بتقول جيد، يعني انت مبسوط. قال له: ايوه، وليه لا؟ ليه لا بدال في سلام وامان في ايامي؟ فهنا يبان كانه بص تحت رجليه بس وما بصش للي جاي. وبقية أمور حزقية وكل جبروته وكيف عمل البركة والقناة وأدخل الماء للمدينة، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا. ثم اضطجع حزقية مع أبائه وملك منسى ابن عوض عنه. ناخد منسى كده في دقايق. يقول: كان منسى ابن 12 سنة حين ملك، وملك 55 سنة في أورشليم. واسم أمه حفصيبة، وعمل الشر في عيني الرب حسب رجاسات الأم. شوفوا حزقية مجمل حياته كان مستقيما وعمل الصلاح في عيني الرب وكان بقلب سليم وقال عليه كلام حلو قوي، وإن كان في حياته أخطاء، لكن على بعضه كده لا طبعا شخص حلو وكمل حياته بسلام ولو ما كان في الأبدية حلو. إنما منسى ابنه مشي من أولها وحش، ومنسى ده يعتقد هو ده اللي نشر أشعياء بالمنشار. منسى ده هو ده اللي قتل أشعياء النبي، لأن أشعياء نشر من الأنبياء اللي ماتوا موتة صعبة بمنشار خشبي. وعاد فبنى المرتفعات. شوفوا بقى، واحد يبني ويعمر والتاني يهد، أو واحد هد المرتفعات الردية ورجع منسى عمر. التي أبادها حزقية أبوه وأقام مذابح للبعل وعمل سارية كما عمل أخاب ملك إسرائيل. عارفين زي إيه؟ زي ما يكون في حياة كل واحد فينا. لو انت تعرف والدك وجدك وعمك، هتلاقي في العيلة في ناس مستقيمة جدا وفي ناس بعيدة خالص عن ربنا. انت هتمشي ورا مين؟ انت هتاخد انهي سكة؟ هنا منسى تخطى حزقية. حزقية مثل اعلى جميل، ده ابوه على طول ركنه وما بصش عليه، وبص لجده اخاب ولا قريبه اخاب من بعيد. طب وده حد يبص عليه؟ ده راجل مفتري وتجوز واحدة وثنية ويعني لخبط الدنيا كلها، وكان عدو إلي النبي. ليه تختار المثل الأعلى ده؟ يعجبك قلب إنجازاته والبهرجة اللي كان فيها؟ فهنا كأن الواحد بيختار من ناسه الشخص اللي يحتذي به. وسجد لكل جند السماء وعبدها، وبنى مذابح في بيت الرب الذي قال الرب عنه في أورشليم أضع اسمي. يعني شوفوا الجسارة لدرجة حط تماثيل على باب هيكل ربنا. وبنى مذابح لكل جند السماء، جند السماء اللي هي النجوم والحاجات دي، في داري بيت الرب. وعبر ابنه في النار. الوثنيين كان عندهم حركة كده، يعدوا عيالهم في النار وبعضهم يحرقوهم عشان يسترضوا الآلهة، شغل شياطين كله. فهو إلى هذه الدرجة انحرف منسى وباع عقله للشيطان. وعافى وتفاءل. العيافة والتفاؤل يعني زي النهاردة لما حد بعيد عنكم يروح لبتوع الشعوذة دول اللي يفتحوا بقى مش عارف المنديل ويعملوا الحاجات الغريبة دي، السحر يعني، يسموه عافى وتفاؤل. واستخدم جانا وتوابع وأكثر عمل الشر في عيني الرب لإغاظته. ووضع تمثال السارية التي عمل في البيت الذي قال الرب عنه لداود وسليمان ابنه في هذا البيت وفي أورشليم التي اخترت من جميع أصباط إسرائيل أضع اسمي إلى الأبد. يعني كأنه حذف اسم ربنا خالص وحط اسم الشيطان في كل حد. ولا أعود أزحزح رجل إسرائيل من الأرض. ده كان وعد ربنا لسليمان في حالة التزامهم. التي أعطيت لأبائهم، وذلك إذا حفظوا وعملوا حسب كل ما أوصيتهم به وكل الشريعة التي أمرهم بها عبدي موسى، فلم يسمعوا بل أضلهم منسى ليعملوا ما هو أقبح من الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل. وتكلم الرب عن يد عبيده الأنبياء قائلا: من أجل أن منسى ملك يهوذا قد عمل هذه الأرجاس وأساء أكثر من جميع الذي عملوا الأموريين الذين قبله، وجعل يهوذا يخطئ بأصنامه،
هكذا قال الرب إله إسرائيل، ها أنا ذا جالب شرا على أورشليم ويهوذا حتى أن كل من يسمع به تطن أذناه. يعني إيه؟ يعني قال لهم بدل ما ناس تلخبط الدنيا كده، أنا هخلي اللي يحصل في أورشليم ما حصلش في حتة تاني. أنا وعدت سليمان إن البيت ده محفوظ والبلد دي محفوظ عشان خاطر داود عبدي، إنما أنا حذرته لو ولادكم زاخوا ودخلوا الوثنية واستهانوا باسمي أنا هرفع إيدي وهسيب الأمم تعمل فيهم. وده اللي حصل. فإحنا قلنا في زمن حزقية وأشعية أورشليم حفظت بصلوات الاتنين دول في الوقت اللي كان ملك أشور مفتري محدش وقف قصاده. إنما اللي جاي بقى بعد كده ملك بابل مش هيقف قصاده طبعا. هيقف قصاده إزاي؟ ما عادش في تقوى، ما عادش في صلاة، وما عادش في توبة. يبقى البركة راحت. ربنا يحمينا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.